شنو توقعاتك في الماتش ديال غدا اللي غيجمع ما بين المنتخب المغربي والمنتخب المصري الفراعنة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وشكرا على الاستضافة من قناة 36. اولا كنبغي نعرفكم بسميتي محمد بلقيدة، لاعب نادي القنيطري الفتيان. ونرجعوا للتوقعات ديالنا. احنا اولا نهضروا على الفرقة على المنتخب عامة. ان الاداء اللي ابانوا عليه في دور المجموعات كان اداء مفرح، وخاصة في مقابلة جزر القمر ومراوي كان اداء رجولي من جل اللاعبين. كانت كتكتلة واحدة، كان لعابة لحمة واحدة، والحمد لله كيبان لي اننا توقعات لا يكون في هذه المقابلة هذه اننا ما نستصغروش بالخصم، رغم اننا لعبنا ضدهم اخر مرة في 2017. كانت كما كنقولوا كانت بقات خلات عندنا واحد ليفي خايب عندنا، خصوصا اننا خسرنا ضدهم حتى اخر دقيقة. صعبنا صعب وعندهم تاريخ كبير، 7 ديال الالقاب راه ما سهلاش. ورغم انهم ما عندهمش لاعبين اللي محترفين بحالنا، وان شاء الله كنتمنى حد موفق للمغرب ان شاء الله، والفوز ليكم صالحنا يا رب. ديما المغرب. السلام عليكم، معكم لاعب نادي القنيطره الفتيان محمد الاكرام. انا سميتو غدا بيلي ديال المغرب. بيلي ديال المغرب غدا ان شاء الله كاينه مقابله صعيبه بزاف ضد هاد الفراعنه. حتى هما خوتنا الفراعنه، ولكن علاك هاد المقابله كتقول راه الماتش كل من 2017 بقى ما نسيناش ديك النتيجه، ولكن ان شاء الله غدا نربحوا ان شاء الله باش نعوضوا النتيجه اللي ديال 2017 ونفرحوا المغاربه كامل خصهم، حتى كلشي مستنيهم لهاد الرباح والمغرب كامل جول. وغدا ان شاء الله غيكون الخير ان شاء الله. خليه يدير شحال من بيت غدا؟ شي الاشواط اضافيه غدا عاد يماركيو بيت غدا 1-0. شي الاشواط اضافيه المغرب يلعبوا غدا، يلعبوا مزيان راه غادي يربحوا. لاش فلاو غادي يجيبوها في راسهم. يمكن الفراعنه راه ما ساهلينش، عارف ضروري ما ساهلينش، هما تيقصروا والماتش اللي فات هما لعبوا مزيان صراحه. ولا لا المغرب داروا كولا كان غادي يجيبوها في ريوسف. شحال غادي تكون النتيجه تقريبا؟ انا قلت الماتش يمشي تعادل بحال هكا كيدخلوا اشواط. ولكن شكون اللي غيربح في الاخر؟ شنو الناحيه التقنيه والتكتيكيه ديال المنتخب انهم مأهلين يربحوا الماتش؟ محال، مصر زايدين عليهم شويه. مغربي وتنهضر حيت شفنا الكره مصر احسن من المغرب، واخا مغربي جيتك نيشان نفس حيت يلعبوا مع الكاميرون، لعبوا معهم واحد اللعب خيالي. الكاميرون ضرب الجزائر وحاروا مع مصر، وحنايا مالاوي ورابحينها بزز، والله الا ربحناها بزز. واللي يربح غدا راه يربح. معانا ولا مع غانا؟ معانا ولا مع غانا؟ قول لنا شوف التوقعات ديالنا. لا انا بالعكس، انا مغربي وغنشجع المغرب، رغم انا عارف الامكانيات ديالو ضعيفه. ميسر عندها امكانيات كبيره، لا راقبنا الترتيب ديالها، فيما لعبات مع كوديفار كدي كاس افريقيا، فيما كانت كتلعب مع كوديفار كدي كاس افريقيا، ولكن ما ساعدهاش الحظ انها طيح مع المغرب. بما ان طاحت معنا لكانت عقليتهم كبيره، حنا عقليتنا كبر منهم وغنربحوهم ان شاء الله. كلشي تيقول لك منتخبنا لاعب نفس. حنا ملي كنطيحوا مع الفريق كبير خصوصا مع العرب كنلعبوا نفس. الا شتي غير في كاس العرب ديالنا حنايا اللي داز صغار غير الانديه، وشوفوا شنو داروا مع الجزائر، بقى لعبوا الناس كبار مع الكبار. ديك الساعه العمالقه ما العمالقه. ديربي ديال العمالقه. ديربي ديال العمالقه يعني شحال غادي يكون البيت تقريبا؟ 2-1. المغرب ولا المغرب اللي غدوز؟ اكيد غنقول المغرب، واخا نكون عارف غتخسر. ماشي بحال صاحبي. لا انا مغربي ونقول لك المغرب غتربح ان شاء الله، وغنربحوا ان شاء الله. تربح المغرب اخويا. ومصر ما ساهلاش. لا ماشي ويلي شتي انت حكرتي لنا المغاربه ديالنا. وحنا كنهضروا تقنيا وتكتيكيا. كيفاش تكتيكيا؟ المغرب تربح مصر. باش فايت انا مصر؟ انا اللي كنسولو كل يوم. غتربح المغرب. انت سولتيني شكون اللي غتربح، مصر ولا المغرب؟ غتربح المغرب. مصر شحال دات ديال الالقاب؟
يا لا مالي انا نسولني على المغرب ما تسولنيش على المغرب. شحال ديال البطولات وديال الالقاب؟ والله ما عرفت اخويا عمري لعبت كره. شحال من بيت ان شاء الله غادي يكون؟ غنكونوا نربحوا شي ثلاثه بحال الماتش اللي فات ان شاء الله. ان شاء الله خويا كنتوقع يقدر المغرب ولا يربح ان شاء الله. تقنيا وتكتيكيا الاهلي يقدروا الاهلي حيت ما معهم هذا حكيمي يعني كيقصر. حكيمي واخا تيقصر ما غاديش يهز الماتش كله. لا لا مو لا هو تضرب شي بلانتي توار يعني مع وفيت لعب مع ميسي وتلقى مع رونالدو يعني كنظن ان هاد الفارعين سالين حتى هما واه حتى هما راه خوتنا راه واعرين حتى هما المهم غيكون واحد الماتش حماسي في العربات حار شحال من بيت غادي يكون شي جوج لواحد جوج لواحد بحالك ان شاء الله.